بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، أحباب مشاهدي قناة اعرف دينك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحسن خاتمتنا يا رب، ربنا يحسن خاتمتنا يا رب، يا رب احسن خاتمتنا يا رب، اللهم احسن خاتمتنا يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. المريض في حال الاحتضار نعمله ايه؟ اول حاجة اللي احنا نلقنه الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. الحاجة التانية على الحاضرين ان هم يدعوا له ويقولون له خير، ان شاء الله ربنا يعفو عنك، ربنا يرحمك، رب كذا الى غير ذلك. ذلك عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حضرتم المريضة او الميتة فقولوا خيرا، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يا رب ارحمه. الملائكة قاعدة، ما الملائكة جاية عشان تستلم الروح، تستلم الامانة، تمام؟ فالملائكة الحاجة اللي انتوا هتقولوها تأمن عليها. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة برضو في الناس اللي هي بتلقن الموت: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لا خلاص، انت تقول له مرة واحدة بس قل لا إله إلا الله، قالها ما تكررهاش عليه تاني. ذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، دخل عليه واحد قل لا إله إلا الله، فقال سيدنا عبد الله بن المبارك، قال له قل لا إله، قال له يا أخي إذا قلتها مرة واحدة فلا تكررها إلا إذا اتكلم بكلام تاني بعد الشهادة. يعني مثلا لهم هتقولي البتاع ديت مش عارف يعملوا لي ايه، لبسوني ايه، مش عارف ايه، بعد الكلام دوت نلقنه الشهادة. المهم يعني ايه؟ ان اخر حاجة ينطقها في حياته هي لا اله الا الله. بس لو قالها ما نقعدش نلح عليه تاني وتالت ورابع، لان يا جماعة الميت في اللحظة دي مشغول، الملائكة جياله وملك الموت ومش عارف ايه والكلام دوت كله، فالدنيا معاه الله يكون في عونه، جايين له ضيوف وضيوف كتير، والضيوف جايين ياخدوا حاجه مش سهله، فانت ما تكترش عليه التلقين، قالها مره خلاص. لو اتكلم تاني بعد الشهاده قولها له تاني، ذكره بقى. المهم ان هو يختم كلامه بلا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ويفضل بقى المتوفى كده، تمام؟ هل نقرا عليه سوره ياسين؟ يا عم مين قال لك تقرا عليه سوره ياسين؟ ليس هنالك حديث صحيح على استحباب قراءة سورة ياسين عند الاحتضار أو غيرها، والأحاديث الواردة في ذلك الأمر ضعيفة جدا. أمال نعمل إيه؟ اقرأ عم أي قرآن، ادعيله بالرحمة، اسأل الله عز وجل له حسن الخاتمة، ادعيله أن ربنا ثبته في هذه السكرات، سبحان الملك. طيب إحنا برضو سمعنا ان لما المريض وهو جاي يحتضر خلاص هيموت خلاص، اللي احنا نوجهه ناحية القبلة. برضك الاحاديث الواردة في توجيه المريض ناحية القبلة هي ضعيفة، فبلاش برضك نبهدل الميت، بلاش نبهدل الراجل او المتوفى ونجيبه كده ونجيبه كده. سيبه زي ما قلت لك كده، هو ربنا اعلم بحاله اللي بيحصل له ايه دلوقتي، ده بيتصحي منه الروح في كل حتة من جسمه، فسيبه يا عم، سيبه ربنا يعينه، سيبه ربنا يثبته، سيبه ربنا يصلح حالنا وحاله يا رب، سيبه ربنا يحسن خاتمتنا، سيبه ربنا يهون علينا إذا صرنا إلى مسار إليه. وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.